يا رسالة 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 وهي مريم وشدة وجدة يسالوا سواتي سهوة سمانها تفضل محمد صاحب نعم فاتت ابي بالي امين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجريه زمان ولا يثنى ولا يبيد ولا يثنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وما لم يكن الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما سيكون يكون لو كان كيف كان يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعظمنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وأشهد معي الموحدون أنك بلغت الرسالة وكشف الله الغمة وكشف الله الغمة عبدت ربك حتى لبيت داعيا وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيله حتى أجبت مناديا وعشت طول أيامك وليلك تمشي على شوق الأسى حتى علمت الجاهل يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي واطمأنت الخلق يا سيدي ونشر الشمس ضيائها في ربيعة النهار كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا أما بعد فضيلة الدكتور أستاذنا الكرام أباؤنا الأعزاء أمهاتنا الكرام إخواننا الأجلاء منظمات الهيئة الحاضرون نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة وهي تحية من أهل الجنة في الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إننا نعيش في موسم من موسم الخير إلى وهو احتفال بمجلس وشعب جزر القمر كغيره من شعوب القمر شعوبا يفرحون بهذه المناسبة
وبللة جهار من بين حمهامه ينتهز هذه الفرصة في اليوم الأحد الثاني محرم عام 1443 هجرية الموافق يوم السابع عشر نوفمبر 2011 ليحتفلوا مع إخوانهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في مدينة باريس لأن الاجتماع في الخير خير من من تفرق على الله نزل روح عبق الإيمان وبحمده وتسبيحه آمين آمين نستمطر العون والتوفيق والرضوان آمين. أولا نقدم هذه الحفلة لقراءة آيات من ذكر الحكيم يتلوها لكم الطالب محمد إبراهيم فليتفضل والمشكورا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما بسم الله الرحمن الرحيم
وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. أمين إن شاء الله. ثانيا الكلمة الوعظ والإرشاد الأستاذ فند حسن أحمد بابا إن شاء الله. تفضل مشكور. صلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى